إن بناء دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمكين المشروع الإسلامي بمثل ما يمثل آمال الأمة الإسلامية كلها في الجزائر بمثل ما يمثل آمال الأمة الإسلامية كلها هو كذلك يمثل محل مكر أعداء الإسلام كلهم يمثل محل مكر أعداء الإسلام كلهم فكلهم معسكر الباطل والكفر كله يخطط ليل نهار من أجل أن لا تقوم دولة الإسلام في الجزائر غير أننا نقول لهم نقول لهم أحبة الإيمان إن عملاق الإسلام بدأ يتململ إن عملاق الإسلام بدأ يتململ في أفغانستان إن عملاق الإسلام بدأ يتململ في فلسطين إن عملاق الإسلام بدأ يتململ في الجمهوريات الإسلامية في روسيا إن القنبلة الذرية قد تكون ملك دولة إسلامية قريبا بإذن الله روسيا هناك حسابات أخرى اللي هي حسابات استراتيجية وحسابات بعيدة المدى. أيضا من بين الحسابات بالنسبة لروسيا هي خوفها من أنه يأتي نظام موالي للغرب، أو تعتقد كذلك الأمر، كذلك كان نفس الموقف لديها في ليبيا، ولذلك هي تقف ووقفت بالفيتو ووقفت بكل قوة تدعم هذا النظام حتى بالأسلحة، ولا تزال ترسل له الأسلحة وترسل له كل الدعم اللوجستيكي إضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي وهو الأهم والأخطر في هذه المرحلة. ولكن إضافة إلى هذه المصالح الروسية الآنية والمتوسطة هناك مصلحة أكبر وأعمق وهي المصلحة الاستراتيجية البعيدة المدى وتتعلق في واقع الأمر. وهنا باختصار بسيط أذكر أو أتطرق إلى الخريطة. ننظر إلى الخريطة هنا فنشاهد روسيا. روسيا أكبر مساحة في العالم، طبعا قبل 20 سنة أو 22 سنة كانت تسمى الاتحاد السوفيتي وكانت تشمل 15 جمهورية. الجمهوريات استقلت اسميا عن أو إلى حد ما ونظريا ورسميا استقلت عن الاتحاد عن روسيا مع انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية 91. لكن في الحقيقة أن النفوذ الروسي بقي كبير جدا خاصة في المناطق اللي يوجد فيها مسلمين. يعني طبعا هناك مناطق بيلاروسيا، مناطق لاتفيا، إستونيا، ليتوانيا أو دول بلطيق، هؤلاء هو فيه نفوذ روسي ولكنه يتضاءل لأن هؤلاء لقوا الدعم من أوروبا. وهؤلاء الآن هذه الدول الثلاثة مثلا بوسنيا، لاتفيا، ليتوانيا هي جزء من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يلقوا الدعم من أوروبا الغربية والشرقية، فموقفهم أقوى في اتجاه روسيا. لكن بالنسبة للدول الأخرى هناك مثل مثلا أوزباكستان، كيرغستان، تركمانستان، وخاصة كازاخستان واحدة من أكبر الدول مساحة ودول أخرى. هذه الدول هناك نفوذ روسي كبير جدا جدا، وهذه الدول الحقيقة هي دول ذات أغلبية مسلمة وأحيانا أغلبية كبيرة من مسلمة 70-80% من المسلمين. روسيا تريد أن يبقى نفوذها هنا طبعا لأسباب متعددة بما فيها أسباب استراتيجية، أسباب مثل هنا هذا البحر، بحر الكاسبيان سي كما يسمى. ولكن أيضا إضافة إلى هذه الدول المستقلة رسميا ونظريا واللي فيها نفوذ روسي كبير جدا وتقريبا حكوماتها كلها تخضع بشكل أو بآخر لروسيا، هناك جمهوريات داخل روسيا هي جمهوريات مسلمة مثل جمهورية إنغوشيا، ولكن أكثر من ذلك جمهورية الشيشان وجمهوريات أخرى مستقلة
في حدود الأراضي الروسية. الشيشان الكل يعلم أن الشيشانيين خاضوا حرب كبيرة جدا مع الروس، وفي نهاية المطاف طبعا الآلة الروسية العسكرية استطاعت أن تخضعهم رغم التضحيات الكبيرة جدا اللي قدمها الشعب الشيشاني الصغير اللي لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين. وهذه الجمهوريات مثل الشيشان مثل انغوشيا مثلها هذه الحقيقة المفروض أنها جمهوريات مستقلة ولكنها تخضع للاحتلال الروسي. ضف إلى ذلك هناك جمهوريات أصغر وخاصة بما فيها من هو قريب إلى موسكو، هذه الجمهوريات توجد فيها أقليات أكثريات أحياء مسلمة كبيرة جدا. يعتقد أن روسيا اللي تضم حوالي 150 مليون ساكن يعتقد أن حوالي 50 مليون منهم مسلم، أي أن ثلث السكان مسلمين يخضعون للحكم الروسي المتشدد في اتجاههم، وفي الغالب هو إن لم يكن احتلال هو شبه احتلال للمسلمين. إضافة إلى ذلك حوالي 100 مليون مسلم آخر في هذه المنطقة اللي هي منطقة كازاخستان، أوزباكستان، تركمانستان وكازاخستان إلى آخره. ولذلك في الحقيقة روسيا تدعم القوة المستبدة في المنطقة العربية، لأنها تعرف أن هذه المنطقة عندما تتحرر، والحمد لله بدأت بعضها تحرر، ليبيا، مصر إلى حد كبير، تونس، إن شاء الله الجزائر في الفترة القادمة، السعودية، الإمارات الخليج الأخرى التي تخضع لأنظمة ديكتاتورية وأنظمة ملكية مطلقة، كلها وسوريا أيضا، عندما تصبح هذه المنطقة منطقة حرة، منطقة تخضع لإرادة شعوبها وتدافع عن مصالح شعوبها ومصالح أوطانها، هي بكل تأكيد تربطها أخوة إسلامية مع هذه المناطق، وبالتالي ستقوم بدعمها وبدعم تاريخيا معروف هذا، إضافة إذا أضفنا لهم تركيا أيضا. لذلك عارف أن الإسلام انطلق من هذه المنطقة ليعم كافة هذه المنطقة تقريبا، أجزاء كبيرة من هذه المنطقة وأيضا هذه المنطقة. إذن هم يعرفون أن تحرر المنطقة العربية الإسلامية بمختلف مكوناتها الكردية، الأمازيغية، الأرمينية إلى آخره، هذا بكل تأكيد سيدعم قوة التحرر وسيدفع إلى تحرر هذه المناطق من النفوذ أو الاحتلال الروسي. وهذا هو في الحقيقة أكبر الأسباب ليترك سوريا تدافع، ليترك روسيا تدافع على هذا النظام وغيره من الأنظمة. أيضا النظام الجزائري دعمته روسيا ولا تزال، إضافة إلى أن تبيعنا الخردة وتبيعنا بعدة مليارات أكثر من سوريا سنويا، ولكن أيضا لأنها من ناحية الاستراتيجية تعرف أن تحرر الجزائر من هذا النظام الاستبدادي مثل تحرر ليبيا مثل تحرر سوريا سيدعم قوة التحرر المسلمة من النفوذ أو من الاحتلال الروسي.